ولنقاش تطورات الملف النووي الإيراني والعلاقات مع الغرب، معنا من غازي عنتاب السيد مالك الحافظ الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك معنا أستاذ مالك. تحية طيبة، مساء الخير. أهلا وسهلا. أولا، هل تعتقد أن هناك تناقض في التصريحات الإيرانية حول صفقة تبادل السجناء مع واشنطن؟ يعني بتقديري نعم، هناك تناقض، هناك محاولة لاستهلاك إعلامي واضح فيما يتعلق بتحقيق مكاسب في مثل هذا الوقت حيال التفاوض مع الجانب الأمريكي. هناك واضح يعني تصعيد أو محاولة لكسب أيضا أوراق جديدة على المستوى الداخلي الإيراني، وعلى ما يبدو أن هذا الكسب سيكون عبر يعني إضافة مكاسب، اختلاق مسارات أخرى جديدة داخل مسار التفاوض الرئيسي مع الجانب الأمريكي. لا ننكر أن إمكانية التفاوض على الإفراج عن سجناء ومحتجزين، لكن الحديث الأخير، التصريحات أو التقرير الأخير الإيراني كان واضحا أن هناك محاولة للاستهلاك الإعلامي واستغلاله فيما يتعلق سواء في الأحداث التي تعلقت بجواد ظريف ومحاولة التضليل وإنهاء الموضوع على الصعيد الإعلامي، وأيضا ما يتعلق باستثمار أكثر في الانتخابات المقبلة. نعم، بالنسبة للنفي الإيراني والأمريكي، هل يعد نهائيا، لا سيما أن محادثات فيينا تراوح مكانها كما يقول مراقبون؟ يعني أعتقد المراوحة في المكان ستكون حاضرة خلال هذه الفترة. أعتقد هناك اختبار نوايا يجب أن يكون حاصلا خلال الفترة المقبلة. الوضع لا أعتقد أنه سيكون مهيئا للإنجاز والسير قدما نحو تحقيق خطوات إيجابية في ملف التفاوض بين الجانبين. أعتقد هناك اختبار نوايا تحاول واشنطن بالتحديد يعني تحديد معالمه خلال الفترة المقبلة، كيف ستتعاطى طهران حيال ملف التفاوض مع الجانب الأمريكي؟ هل سيكون هناك فعلا التزام؟ هل ستقدم تنازلات إيرانية قد تكون يعني باهظة أو حتى قد تدفع الجانب الأمريكي لأخذ خطوة إلى الأمام؟ أعتقد أن المفاوضات ستبقى مراوحة في المكان إذا لم يكن هناك فعلا تعبير أكبر عن صدق نوايا. وأعتقد أن هذه التصريحات الأخيرة وهذا التقرير الأخير نعم، يعني سيأخذ المفاوضات خطوة إلى الوراء. فيما يتعلق بالملف النووي، لماذا لم يتفاوض الأمريكيون والإيرانيون بشكل مباشر حتى الآن باعتقادك؟ يعني واشنطن ترى أن السلطة الحالية أو حتى أيضا المنظومة الحالية والذين يستلمون ملف التفاوض هناك ضغط عليهم على الجانب الداخلي، على الصعيد الداخلي. واشنطن تترقب أيضا ما يحصل من ناحية الخطوات السياسية فيما يتعلق بالانتخابات. هي ترى الآن وخصوصا في هذه الفترة أعتقد سيكون هناك صورة ليست مغايرة ولكن صورة أوضح للجانب الأمريكي تجاه الإيرانيين. هم يحاولون أن يقيمون أكثر كيف ستكون هناك خطوات من قبل التيار المتشدد أو المحافظ داخل السلطة الإيرانية والنظام الإيراني. لذلك من الصعب القول أن هناك إمكانية للتفاوض المباشر. واشنطن اعتمدت أو تعتمد على هذا النمط من المفاوضات لأنها أساسا تحاول أن تختبر أكثر، هي لا تثق بالمفاوضين أو القائمين على هؤلاء المفاوضات الآن حاليا. لذلك لا يوجد تفاوض مباشر، ولا أعتقد أن الأمور أو الظروف تساعد لتفاوض مباشر. فيما يتعلق بنقطة أخرى حول التسوية التي تحدثت عنها إيران فيما يتعلق بأموالها المجمدة، فيما نفت أمريكا أن يكون هناك توصل لتفاهم من باب هذا الشأن، بماذا نفسر ذلك؟ هل هذه من الملفات التي تحاول إيران الضغط من خلالها في المفاوضات؟ نعم، يعني إيران لا تملك أي ورقة رابحة لتضغط على واشنطن فيها. الضغط هنا بمعنى الأخذ إلى مستويات إيجابية. لا، ليس لها أي مستوى ضغط على الجانب الأمريكي. للأسف أيضا الجانب الأمريكي لا يتحرك بشكل علني أو يعلن
عن التدليس الإيراني أو حتى عن محاولات التضليل الإيرانية، هو يكتفي بالنفي، لا يشرح الخطوات التي تحاول طهران أو يوضح ماهية خطوات إيران على الصعيد الإعلامي. هي سياسة معروفة لدى الجانب الأمريكي، لكن أعتقد أن تجميد الأموال وأوراق أخرى تحاول إيران استثمارها، هي تحاول تضغط على واشنطن، لكن أعتقد يعني سواء بوجود سليماني أو بغيابه السياسة واحدة، سياسة فاشلة لن تجدي نفعا حيال المفاوضات الحالية. نعم، هناك تقرير أمريكي طبعا، وهذا فيما يتعلق بالشأن الأمريكي الداخلي وموقف الجمهوريين من تلك المفاوضات. التقرير تحدث أن الجمهوريين يعملون على تقييد قرارات بايدن بشأن المحادثات مع إيران. هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يمثل يعني كبحا لبايدن في اتخاذ قرارات ما باتجاه المفاوضات مع إيران؟ يعني بايدن سياسته حيال الشرق الأوسط هي يعني باتت محددها الرئيسي التعامل مع الملف الإيراني، الوجود الإيراني في المنطقة، والملف النووي بشكل أكبر بكل تأكيد. لكن بالتأكيد هو يواجه ضغوط سواء من الطرفين. هو بايدن نعم، إلى الآن أعتقد لا يستطيع التحرك بشكل واضح، ليس فقط من القيود المفروضة عليه من الجمهوريين على سبيل المثال، لا أعتقد أن هناك ما هو أكبر من ذلك. هناك أيضا مشاكل داخلية على صعيد الاقتصادي، أو حتى أيضا على صعيد كورونا وأزمات أخرى داخلية. أعتقد يرتب الأوراق وينتظر. إدارة بايدن تعلمت من أخطاء إدارة أوباما بحسب عدة يعني مراقبين، وأيضا من داخل إدارة بايدن تعلم من تلك الأخطاء تدفعهم نعم، للتريث. لا أعتقد الأمر يتعلق فقط بالضغوط. شكرا لك الأستاذ مالك الحافظ الباحث المتخصص بالشأن الإيراني.